Esselamu aleyküm ya maşirel gamer zıvakku. John Cena! ليه معاكم ماشي كالعادة في جيم بلاي جديد. صدقوني ما تعرفوش قديش استنيت باش نحطها جون سينا في الفيديو. anyway اليوم باش نلعبو انتل دوم نعرفش انا بارت معرفش نسيت خاطر عندي الجمعة تيم الهبط والناس الكل تسب فيا بدلك عليكم حتى حد ما سابني اما يلزمني الهبط حسيت روحي كثرت قريتو فيه حسيت روحي قريت فيه برشا يا اخي قول لها خلاص نسجلو جيم بلاي انتل دون انتل داون انتل دون انتل دون اللي كل واحد كيف يحب يسميها يعني باش نقول لها انتل صافا خاطر الناس كلها ولات تنبر في الكومنتات قلت انتل داون قال لي مش انتل داون قلت انتل دون قال لي مش انتل دون قلت انتل داون قال لي مش انتل داون انتل اليوم باش نلعبو الانتل ريزيوم معرفش انا رايح وين وصلت اوكي كالعاده يلزمني اوكي خاطر اخر مره قصيت وهما يحكيو باهي نرجعوكم بعد الدقيقه باهي وصلنا لهون اذا باهي اوكي اش بين داخل بعضي انا اليوم وات ذا فاك باهي اخر مره وصلنا لهوني وين اللي كتبت لي اخر فيديو بصراحه قام تفرش حسيت روحي نلعب في برشا ضوء اوكي وانا مش مستيز نلعب برشا ضوء كنت فاكره جيم بلاي تاع اوت لاست وكل شيء نلعب فيهم في الظلام دونك هاك اخير به ايرويك اي ويل جامب داون كوشس بوش ذا كارد به نكس خاطر مكي لا يخاف ما فكا شكون هو ذاك فما شكون ورايا ما نجمش تلفت ورايا وات ذا فوك ليه عاد ليه اوكي مش نموت الناس الكل مش نموت الناس الكل ياي ممكن تحبوا على المساوين حتى المرأة تدز علاش ناي لازم المرأة تدز واحنا ندز كل ما تدزوا لبعضنا كل ما خير صح ما لقيتي وين تطيحي بني تعبني ابعد من السجن نجمت تبعد من السكر وترتاح تاك تريش تشوفي فيها بالله لا بياس لاب انت ما نخافوش انا ريت تبديش تراجي من غادي كان نزل مثلث الوقف وراه راه يقلقني يا فهمتي ارتاح راه صاحبك راش او حالا مش راجل برشا هو خاطر اخر مره مش حاب يصاحب اصلا كثير باه فما منا دخله فما ماشي مع غادي نمشيو من الدخل خاطر حسيتهم كانهم حطوا الدخله غاديك مش انا ما نفيقش بيها وكنت دخفة نمشي العبش خيمو او انا نفيق لها شبيك الله يركك يا غايث على كلمه عبش خيمو كانت مش تفايق الله تربحك يا غايث نريد كل مرة عبش قيمة والسيكي بون يمين ولا يسار يمين نهضة يسار اوكي اوكي يزين بلا نهضة ترشنا يا شلا سألت الدواء هيك بجنبك تشبيها ذي كبيرة سألته يب يظلي باش نموتوا لهنا باش تيح عليكم حاجة هذا كيف فرحان اترى بف الله اكبر وكه ريت كين كين ما جيش كين جي ما يحبش اوكي فما حكي Jesus this place is a real fixer upper اوكي دانجر 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 في البلايس الكل جوكم ريجل جونا بريجل على الاخر ريت عاد قلت لكم كان جاي ما يحبش راه ماهوش مصوحب كان جاي ماهوش مصوحب راه ما قصش الثنية الكل باش يمشي مع الطفلة للبيت باش يقعدوا وحدهم اوكي ذات اس باي ذا وي راه ما جاش باش يقعدوا وحدهم راه ما طاحتش هي غاديك راه هو تو فرحة مصرونة راه قاعد مع صحابه يلا يشربوا في المشروبات الغازية على طريقة كونان الناس اللي يتفرج في كونان قبل الباص فهمني وراهم يتفرجوا في طرح الريال ولا اللي هو قاعدين وشيبس وفازيت وريكشين وضحكة وجوكم أحلى جو أما لي ريت كيف يلزمكم تقعدوا ما تحبوش كل ما تقعدوا ما تحبوش كل ما خير
اوكي نحب نشوف هذا ايش فيه. اوكي ما فيها شيء. باري باركه باري ما تخافيش بار. راني نضوي لك. مانيش نضوي لك في دارك والله. ولا ما نضوي لك في دارك جنب. واش ايش تقول نضوي لك في نص كلو تاني؟ لا انت جامي احنا ما نعملوهمش العفاس هذوما راهو جنب تيارك حدا لمو. عارفه مش راح نسال ليه ما دبه فنيه طويله Where do you see the Lincoln bedroom? Oh, are you planning on getting presidential on me? You take a ride on Air Force One? Joke, come on. Save for some speech, buddy. Ooh, a telescope. Gonna look at the trees, gonna look at the clouds, gonna look at the cabin. Whoa. From this cabin. I just saw someone at the cabin. Okay. We're fucked. شنو هذاك؟ مين فما حد؟ ولا لا من ذيك؟ شنو هذاك؟ What the fuck؟ ما ريت شيء؟ ما فما شيء في الكابن؟ What the fuck؟ ما فما شيء في الكابن شنية اللي طلع هذيك ما نعرفش اوكي anyway sampling the old eggnog again babe it's just us up here maybe اه يا ياس شنية ذي hey Jess yeah. تو كل عارف كيف تعرفوا تورست بعض الفيلم من قبل تعرفوني لي أنا كل ما ألقى حيوانات ولا فازي نعطيكم درس متاع السيانس خاطر أنا ذكي برجع في السيانس هذا قصة واقعية لا خكان لو أحكي الصح What? Let's go hug a bear. Come on, please. Come on. What? Let's not hug a bear. Hug me instead. I'm a fucking bear. I'm fat. I'm hairy. And yeah. قصة واقعية. إذا في درس تاسيانس خلنا نحكي لكم شوية نعرف ما ليش دخل في الجيم بلاي بس كله طول. اللي بيحب يتفرش الجيم بلاي يمشي قدم شوية. عزيز. القصة واقعية بروف تاسيانس في دوار ما حب ما ساعة عام كم ما حبش يقبلني خاطر ما عنديش كراسة. عام كم ما ندخلش سيانس عام البريمير بتاعي. معناتها دوزيام ما نقراش سيانس خاطر مشي كان فوق. Anyway. جيت في الدوار نبدا باش نتكاثر. أول حكاية الناس اللي تعرفني تعرفني بي برشا في الفرنسي ونفهم الفرنسي على الاخر ثاني حكي نبدا باش تتكاثر كتبت له افيك لي زوف ياب ومن وقت عرفت روحي يلزمني ما انت باش سيانس من وقت ايه اي نابت ولا جينا من نحن لا ما جيناش من يردو تعجبني الجو خاطر لي زاكسيون كنت تعملهم انت معناتها كانك انت تهز كانك برشا فازات فيها حلوين على الاخر يا سكة طويلة بشكل يا اخي صح اوكي فما حس اوكي مال عليه حاطين الحسنة وانا انت امك شا عملت what the fuck ناحي العب شنيوك watch out word brain من فاش عزلت ستا I was just flirting annoyed بي I was just flirting مش نظر كي معلم وفاد she's answering his meeting wow you're easy Yeah, got a lot of love to give. Scared. I was scared. Wait, there's only a bunch of jump scares in the video there. There's only a bunch of jump scares. There's only a bunch of more too. I have one of the moves, yeah. I'm from Chile. I have tears. I can't. يا صاحي ما طولها اثنين اش طيحت God damn it Josh. Can you have
enemies cleared out the path before sending us up here. Really? اسمع تعرف فيش كيفيه for the glass half empty type. You got a better idea? Stand back, Debbie Downer. ايوا عم الطيب لجعه والله يقير خطا show off. اسمعين يا زبلالة you got something on your face. ها ها كي هيك كل عبد الماست. That's how it's gonna be. تخي قطعت شويه جاش وات سامي وات يو وانا هيلب مي جيت ذس فاير جوينج ويل اي واز جست جيتين انتو ذا باث او دو يو نيد اني هيلب وذ ذات هاردي هار مزين مخي متكونسي في شنو صار لها الطفله معنا مين هو اللي طلع بالعاني تفرق ولا كيف خرب فنيكم ماست على حسبكم صح اش صار ما تنجمش تيق فكيكه لحكي ليه 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 ماهيش عادلة هذه ماهيش عادلة انتقالية بصراحة بي راني ما نعرفش براس بشي معناتها عادلة انتقالية جيت سمعتها برشا مرات في تلس بابا دي مغروم بيه قلت دونك تطلع كي خايبة خاتين حاس فخر الحكاية باش يموت المنتج والمخرج باش يموت اللاعبون جميعا في هذا المسلسل في هذه اللعبة لما حارة اني اتسكع في الظليم بيه انا اثنين طويل اش قالكم نحكيو في سوجي هكا اخر مره قاعد في القهوه انا واصحابي يا اخي حكينا في سوجي شباب شوي اللي رابير التويز تحس كل واحد عنده ستيل هذا معناتها ما نجموش نقولوا عليه ليه اما تحس كل رابير عنده ستيل اكثر من اللازم عرفتها بس شو الساعة جون دكتور سميث تاتو ارتست شنو هذا؟ مارش 18 2013 اوكي 9 ونص شفنبا 9 ونص ايه شكون عمل تاتو؟ بيه قلت لكم كل رابير بيت هانا اوكي نكرههم هذوما نكرههم هذوما نكرههم هذوما بيه قلت لكم كل رابير تحس عنده ستيل اكثر من اللازم ساعات ال كراش اللي شكون هذاك شكون هذاك قلت لكم عاد كل رابير عنده ستيل نتاعو تحس ال مثلا بشكون نبداو بسيكوي بسيكوي ينجم اي حاجه يشن عليها بيسا ثبتوا في اغانيه الكل يبدا مرة الاولى يحكي عاتي مثلا ما نعرفش نسيت المغني بسيكوي عنده برشا ما غنيش اما مثلا نقولوا انا قادر الرابط ها صار هاي مضروبه في مايك باهي اوكي بسيكوي دخلت للدار لقيت امي مش طيبه مقرونه ياه على خاطرني ما نحبش ما عارفش حاصل مفيد يحكي دخلت للدار لقيت امي مش طيبه مقرونه تقدم في الغنيه خمسة دقائق هذه مؤامره ماسونيه مؤامره مصهيونيه عرفوها الامريكا ديما هكاك ما تهيشنا وديما كل شيء ماسونيه ماسونيه صهيونيه امريكا برمش يحكي مع قطر علاش تحكي على تونس امسك وين تفرج فيديوهاتي كنت تفرجت برج اللي صار عنك لا هذا كلاي بي بي جي كلاي بي بي جي زاد بسيكو ام كيما قلت لكم مشي بالسياسة ويعيط كلاي بي بي جي عنده ستيل اخر جن كلاي بي بي جي كي يبدا مع تاريك شال روحو عادي يغني مرة الأولى يغني نورمال اعطيني
مش هو يعني يعطيه جودة مع الرفرا مش هو عم يبدأ كي غالي نورمال بعد كي يعطيه بس كده بريت 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 حاسينه حتى اللي يخدموا في البارول ما تلقاهمش تلقى البارول معوج عم مقلوب بجملة معناتها الناس كلها يعمل بارول ما يفهموا كين كلاين الاخ في بالي دراف ايش يعملوا انا كيفاش تعمل تلعبوا في احياء جينا نلعب معكم احياء ايه نتعديو الرابيو الاخر اعطيوني مثلا الرابيو الاخر ما نعرفش نقولوا جيجيا جيجيا عنده لقطة مش نورمال Those things are a joke, man. Who do shit? Josh, no hot water is kind of a major oversight, don't you think? Yeah. Yeah, you just gotta fire up the boiler. It's in the basement. Right, you guys, see if you can find the spirit board. Chris, let's go find it. It'll be like a scavenger hunt. Okay. Guess so. Brad. مرة بشطابتك اللوتة بشطابتك اللوتة وبشتشوف الحوتة بشتيك الريقوتة What the fuck مش قاعد نقول ميه متعديو بكيما قلنا نكملو حكايتنا متعديو الجيجية نعرف راحي راي النوب نش نحكي على جيجية متعديو الجيجية جيجية نفس البرونة تاع بسيكويا مش عمل روحت للدار ما لقيت شي مقرونة ياه ليه صار ما لقيت شي مقرونة برا تل شوف ولاد الحومة ديما عندك الأبع في الأخر هذيك بالك ريد لي هكاك شكون تعدي آخر فينيكس فينيكس تخلي لدا ما لقيت شي مقرونة كيفاش قد نحكي عندي ساعة وأنا نحكي في سي جي تافا صاحبي ما نعرفش إيش نلقى لهنا شو مطلعني أنا لهنا يا أخي ريت كيفك ما تركز اوكي اوكي اش نمشي تعمل انت اوكي باش تجي دواش لي اش دواش ذولي زعما نرجع معناتها هما يشعلوا النار ولا نرجع ندوش براسي بكيكه ولا ايه انت وين ندوش سبيت وين تثنيه فجاه يا با دوش الرخامة ذي تاع دوش يعني ذول اللي ما يزنيش نطلع هنا ذول اللي ما يزنيش نطلع هنا ياب ما يزنيش نطلع هنا فاك فاك تليت نحكي على ربي ريت وما تليتش نحكي هاك حد جوش قلت شي ربي جايبني لهنا جايبني يا كيكة تشبيه ذي تيمشي تيهم خي تحسوا ايش حوله الرجاش ورينا ثنية عايش خوي تعمل اكبر مزيع على اخيك نكمل نحكي على الرابيريت ده انا بيه مش دول برشا مش تقعد ساكت انا نحكي على الرابيريت بيه حتيري ربيه رادي عندك عمك الرادي يحط الانستري ديما اقوى من البارول نتاعو مانيش نبر الحكايه معناتها صحيحه الحكايه تحس مشيت لدار واحد للدار كي طمي مش طايبه مقرونه شبيني على المقرونه انا برا ما خاطر جيعان تو صحيح مشيت فيا سير رومك كي مقرونه راني نعمل ساعات حكايه ونندم عليها How I gave Chris and Ash a mission together. Yeah, I was thinking they could use some alone time. Okay, Chris needs to go for it. Yup. And I just wish Chris would go for it. He's paralyzed, thinking she's gonna shoot him down. It's not gonna happen. Which thing? Well, neither. If he doesn't go for it, which knowing Chris, he won't unless someone's holding a gun to his head. That's so funny. Man, I'm not مرتاح اللي راسه كبير هذا Hulk. مانيش مرتاح له الجملة ما حسيته حاب يجيبني وحدي
باش يختصم لي يقتل. Yes, Josh. I just wanted to say what? I love it really means a lot to me that everyone came back this year and you know that yeah. Sam. We are here for really whatever you need whenever we're all going to make it through this together. I want us to have a good time, you know. والله ماني مرتاح له جمله حاسه قاعد يستدرج فيا بالسياسه وقاعد يفكر في اخته في الثنيه. I think I can handle a little set of stairs. ضي شيك باش يعمل حكايه هذه شيكك نهار الشليل حاسس باش تصير غدره في الحكايه حاسس باش الدور يغدرني باللمبه طريق في راس لمبه طريق كانت مور قصد بالعبله كانت مور قصد كالعاده باللي اللي عنده كارت ميموار يعرفها تمشي على 700 دي نجريها من عنده باي سوم ديسبونيبل في تونس العاصمه كامل جست اقالي كارت ميموار ترفع اكثر من 22 دقيقه وتخدم على 700 دي تخدم فيديو مش تصاور خاطر مازال كيش كارت ميموار ب 40000 كلاس ديس شفي بيني فرمره واحد فرحان ركبته قدام نمره خدمه سجلت طاق ما سجلتش اكثر من زوز دقائق لذا بجاه ربي اللي عنده كارت ميموري كلمني يضرب يعرفه في فيسبوك ناس كل تعرفه في فيسبوكي يقول لي نتقابلوا في اي بلاصه في تونس العاصمه مريقل مريقل خاطر الحكايه هذيا انا كل مره نقص على الجيم بلاي باش نحط غاديكا نصب الواحد في البيسي بعديك ناخذ الكارت ميموار عاود نركبها في الكاميرا ونفورماتيها باش نعاود نسجل فيديو معناتها نفرق من بين الوحده والكوبي معناتها ربع ساعه هكاك مشيت احرام anyway let's complete the fucking gameplay I'm fucking pissed off Get me some hot water and I'll be super fine. I mean, I wouldn't want you coming down here on your own, you know? Well, it's okay. Definitely creepy down here. Yep. انت حاسس درش ايش يعمل لي والله. You had a place to be on your own. لا 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 اوكي نزل على سطح البيسبول باش كنصير تحكي نضربو بها. ها! هاي برسم بيسبول in the snow هتلاقيش بشو قتلنا بيه be pretty rough playing baseball out in all that snow no it wasn't in the winter silly I mean we'd come up in the summer and we would have the best time the whole family was there mom dad my sisters it was some serious competition out there on the big lawn I don't know can't go back new reality أنت ما قبل لا قاعد تفكر في أخته بيتناش خل ندوش على راحي هذا بتباع أنت فما حس Hey, can you just keep the light? Baby! So see it, Henry, because it's not that like that. Don't move him down. Huh? Nice one. Okay, first things first, we gotta increase the water pressure before we get the boiler fired up. Sounds kind of complicated. No, it's actually pretty simple. Snabel! Hey, Williams! Hey, Williams! Ah, damn! This was in the now. It's okay. I'm just try again. Bah. Ha. Huh. Fuck. Relax. It's not that hard. Just press the button. Yes, you did it. Okay, okay, I'll get it this time. Okay, so you're some fuck. You're some bah.
لك ها. اه ولا من بالعانة ولا من بالعانة حكيت ظهري مش ظهري حكيت تربتي. مانيش بالعاني. I could be a lot of things. None of them nice. Quit it. I'm just joshing you. Oh, you were really freaked out. I wasn't scared. I was not scared. No, you just jumped because you wanted to squeeze in some aerobics? Yup. I totally wasn't scared. Don't be an a-hole, okay? I totally didn't jump. All yep. I said was, what was that? Which is a totally normal reaction to hearing a super creepy noise in a super creepy basement. Make me laugh, motherfucker! Make me... Okay, so you hear that too, right? Okay, don't count. Josh. What? The rhythm is like... weirdly regular. Nothing regular about it. I will check it out. Let him show up. Maybe we should check it out. Why? What if it's like a pipe that's about to burst or some problem with the furnace? Unlikely. If it were me, I wouldn't want this place to burn down on my watch. Yeah, right. Strangers! Hey. What? Hey. What the hell? Boom. You just got mugged. What? Nice one. That was good. Wait, but why would you do that? There's all this cool old movie crap down here. What was I? Was I not supposed to take advantage of the opportunity? Are you serious? Were you in on this, Putz? No, but I wish I was. That was too good. I'm ready to admit that your dumb little prank may have a slight whiff of humor. My little fat leg! I said nothing about your prank. My little fat leg! Which was dumb. Holy crap, you were scared. Admit it. I was not! Come on, you totally missed yourself. Josh! What in God's name are you wearing? Please tell me you're gonna take a vow of silence. Okay, did you at least find the thingy? Wait. These are one-way ticket to the spirit realm. Weezer, yeah. No. I've just been through enough spooking for one night, okay? I see a hot bath in my crystal ball. Yep. All right? شدوش على روحي اصلا وجوك اوكي راح بركة كيف فمك ال ياب بعدين خليوها الجزء اللي بعده سو روحي نص والاخر الجيم بلاي مش بتخلي لايك اللوت سبسكرايب للشيك اذا ما عملتش سبسكرايب بارتاجي الفيديو مع اصحابك كنت حابة تبارتاجي مام بيس سو لايك شير سبسكرايب بام بيس ونوعدكم عاش باش ندور كل مره نوعدكم عاش باش ندور ونطور مره هذه بالرسم نوعدكم عاش باش ندور الجيم بليت وباش نهبط وما يهمنيش قداش باش يتفرجوا خاطر اخر مره الناس كلها تحبني نهبط برشا فيديوهات فجرت بعض اما يتفرجوش فيهم كل واحد اكثر فيديو يتفرج فيه هذيك على اخر مره معناتها تنرفزت كل شيء كنت علاش نهبط وفجرت بعض كبير معناتها عبد يتعب ومش الناس كلها تتفرج نولي نهبط في عقلي خير
ما حسيت روحي ياسر نطول فيك الجو لين انا واحد من الناس كجيت تبع في روحي راني مشيت تفرجت في يوتيوبر اخر معناتها نقول شنو قاعد نستني هو حتى يهبط فيديو هذيك قلت ليتس بلايس اليوم جيم بلاي يلزم يهبطوا في جرة بعضها معناتها ما يهمنيش هكا هكا حسيت طيب ناس باش نحكي علاش نحكي لكم اصلا سو نوصل لاخر جيم بلاي لايك شير سبسكرايب بيس جون سي